الكلمة الآن إلى السيد الياس سعدي. سيد الياس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس، السادة الوزراء، زميلاتي زملاء النواب، السلام عليكم. بالنسبة للقانون، مشروع قانون الطيران المدني الموضوع بين أيدينا اليوم، والله سيد الوزير كي نسمعك تهضر تقول الجزائر راهي ليك، رانا تقول رانا في جنة، تقول رانا في جنة. وبالنسبة سورتو الأراجيري، أراجيري أنا بالنسبة لي سيتي اونتربريز فاميليال على كل حال، هذه النقطة الأولى. الناس اليوم وهذه المؤسسة، الناس اللي كامل اللي راهي تكسر فيها، وعلى سبيل المثال وأنا كنت في اليامات اللي فاتوا كان اسمه هاد لي غراف والطيارات والناس مرمده في المطارات. سيد الوزير قبل ما نبداو نديرو ولا حبينا نديرو قانون ولا، لازم ديوم نجيريو لي مونتاليتي، لازم لونتربريز هادية، لازم الناس تولي هادي سي لونتربريز كوميرسيال، ولات الناس في المطارات تحلل. على سبيل المثال حنا برك انا حضرت في تونس عندها حوالي واحد ثمان ايام، عندنا فول على الخمسة، ركبنا حتى الخمسة تاع الصباح، ما كاش معمل تهضر مابا، شاف ديسكال خلصت عليه 20 دينار باش يحوسوا لي عليه، والله 20 دينار على 12 لير قاعد نحوس عليه، مخبي في واحد البيرو، واحد التوشي هذيك له 20 دينار، قلت له جيبه لي، والله غير مابا دي مين جابه لي، جابه لي ب 20 دينار، مخبي داخل البيرو وغالق على روحه. انا طبطب له تقول كاش واحد جاب بوليسيه جاو يديوه، خرجت انا قلت لك واحد السينما في تونس جابوا لنا البوليسيه، الدنيا مقلبه، مانيفيستاسيون داخل المطار، تهضر معايا يقول لك انا ما عنديش واش ندير، من 4 تاع العشيه 12 تاع الليل ما يجيش مابا، ما كاش كومينيكاسيون، ما يجيش يهضر مع الناس. قال يا سي محمد لالجيريا شوف سهل وعر، لالجيريا قادروا، لالجيريا لازم نروح ليه، لازم نهضر معاه، نجيب له قرعه ماء داخل المطار تاع تونس، قرعه ماء ما تبعش، الناس مرمده بالدراري، تهضر مع شاف ديسكال، جاو يهضروا معاه طاحت غاشا. مزينه كانوا هنا اختنا شافيه عطات له طابليطه شيكولا باش طلعوا له السكر. انا عاود رفدته وديته سالون دونور، من بعد غادني وليت انا قريب، انا وليت في بلاصتو، ولينا نكالمي. على الوحده تاع الصباح طلعنا للطياره. الوحده قال لك استنى واحد النص ساعه وطياره، قال لك بوان تكنيك. الناس ولات تحبط من الطياره، يخرج هذاك لوتاس قال لك كاين نو بار في الموتور، خلع الطياره كامل. هذاك تهضر معاه ستيوار راه اللي يهضر معاه يجيب له بوليس تاع تونس، حتى دخلنا احنا النواب قال ما يحبط حتى واحد، وماهوش من حقهم اليوم راك هنا في الجزائر. يخرج كوموندو دبور يقول لك انا داير فيكم مزيه، انا نورمالمون راكت في داري. هذه هي اونتربريز كوميرسيال، نهربوا في الناس. سيد الوزير انت اليوم بالنسبه لي انت قطاع عندك عام ولا عامين ملي جيت ليه، مي اليوم كاين سيدي مونتاليتي فيها راجيري. اليوم السمانه اللي فاتت لو برومي يقول لك راهم داروا بروموسيون وكذا، تروح يومين من بعد هذيك الدنيا كومبلي، تركب في الطياره فارغه. هذه عندها خلفيه السيد الوزير، هذه عندها خلفيه، الناس حبت تكسر لونتربريز هذيا، دوك ولا حبيت تكسروها وحبيتو تمدوها الخواص، يا خويا اتكلوا على ربي، خلي الناس تجي تخدم على روحها. فيها قريب 9000 الخدام، مي كي تروح ما كاش القدر كاع. ما كاش اللي تهضر، ما كاش اللي يهضر، تهضر مع شاف ديسكال يقول لك انا خاطيني، تهضر مع اللي مع منا هضروا اليوم. ناس تخلص بدراهم ومربدة في المطارات. ناس رايحة العمرة ثلاث أيام وهي في المطار. سبحان الله العظيم، هذا الدين لو البارح ما رحتش وتخلصت مليون. وانت راجيري كي ما تروحش الفو شكون يخلص؟ شكون يخلصني انا؟ اليوم قبيله تقول اوسبان ولا مانيش عارف وشنو، هذه يتحكموا فيها، يتحكموا فيها الامريكان ويتحكموا فيها اليهود، لا راه يحبوا يديروها لنا يديروها لنا. هذا ما كان. اليوم حنا باش نلحقوا نولوا طيارات وكذا، اليوم حنا لازم اليوم هذه راجيري هذه لازم نعطوا لها القيمه تاعها، لازم نديروا ان ديبا باش ننظموا الشركه هذه. شكرا للسيد الياس.